تعاني المرافق الصحية في اليمن تدهورا حادا في خدماتها، وذلك بسبب استمرار الحرب والحصار. ويعد مركز غسيل الكلية في محافظة إب من أهم المرافق المهددة بالتوقف بشكل نهائي. خليل القاهري والتفاصيل. تزداد معاناة المرافق الصحية والمشافي في اليمن بشكل عام، ويوشك مركز الغسيل الكلوي في محافظة إب على التوقف نهائيا بسبب عدم توفر الأدوية والمعدات اللازمة. احنا نموت، احنا منتهيين، احنا في قلق، لا عندنا الا رحمة الله ولا تسرحونا، احنا ما عندنا اي شيء. علاجنا على الفشل الكلوي الغسيل، قطعوا علينا مواد الغسيل، قطعوا علينا العلاجات، وين نسرح؟ انه اللي ولا عندنا فلوس نروح اي مكان. وفي ظل هذه المعاناة وصل عدد وفيات مرضى الفشل الكلوي إلى 50 حالة خلال أسبوعين في إب وحدها. مرضى الفشل الكلوي في محافظة إب، حيث أن الآن وصل عدد الوفاة ما يقارب 50 حالة. المرضى الذين يترددون على مركز الغسيل الكلوي يشكون مرارة الواقع فيه، مما يضاعف معاناتهم في ظل انسداد الأفق حول إمكانية حلحلة الأوضاع في البلاد عامة حتى الآن. خليل القاهري، التلفزيون العربي. Yeah.